وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا. هذا البيان يتحدث عن دعوة مباشرة للجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة. ما هو الرد من الجانبين حتى الآن؟ تحياتي لك أستاذ هشام. في الواقع أن هذا البيان المصري الأمريكي القطري يأتي في سياق الجهود المصرية الحثيثة لوقف الانجراف نحو حرب إقليمية، نحو مزيد من التصعيد ومحاولة نزع فتيل هذه الأزمة وهذا الموقف الذي قد ينفجر في أي لحظة في ظل زيادة وارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل وبين إيران وحلفائها. واعتقادي أن هذا التحرك يأتي في سياق العمل على معالجة أسباب هذا التصعيد، وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين لدى كل الأطراف، وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي يعني عكف وعمل عليه مصر ومعها وسطاء في قطر وأمريكا خلال الفترة الماضية. وبالتالي أصبح هناك اتفاق إطاري واضح لصفقة مرتقبة، وأن دعوة الأطراف الثلاثة إلى طرفي الأزمة سواء إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية إلى العودة المباشرة والفورية إلى المفاوضات سواء في الدوحة أو في القاهرة في منتصف هذا الشهر بتعكس حقيقة الجهود المتسارعة لمنع تفجر الأمور. فيما يتعلق بالردود، يعني إسرائيل وحكومة الحرب الإسرائيلية أعلنت أنها سترسل وفدا في المكان الذي سيتم تحديده. أيضا حماس والفصائل الفلسطينية اعتبروا أنهم مع أيضا مع المفاوضات، لكن أنا في اعتقادي أن نجاح هذه الجولة المهمة حقيقة والتي تعد مفصلية فيما يتعلق به سواء مسار الحرب في قطاع غزة أو مسار التصعيد في المنطقة يتطلب أن يكون كل طرف يؤدي مسؤولياته، خاصة الجانب الإسرائيلي، وأن تتوقف حكومة الحرب الإسرائيلية عن المزيد من التعنت وجواء الشروط التعجيزية، وأن يكون هناك إرادة حقيقية في التوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف هذا العدوان وتبادل الأسرى. أيضا من المهم أن تكون كل الأطراف سواء الجانب الفلسطيني أيضا حماس أو الجانب الأمريكي فيما يتعلق بممارسة الضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي لدفع نحو المفاوضات، وألا يكون فقط مجرد أن إرسال وفدا هي محاولة لإضاعة الوقت أو استهلاكه كما حدث في الجولات السابقة. وبالتالي هذا بيعكس حرص مصر حقيقة نتاج الاتصالات المصرية خلال الساعات والأيام الماضية للسيطرة ومنع تفجر الموقف في المنطقة. وأنا في اعتقادي أن هذا هي فرصة مهمة، تعد فرصة مهمة حقيقة لوقف هذا الانجراف وهذا التصارع وهذا الارتفاع في التصعيد. وأنا في اعتقادي أن مصر الآن هي تمثل تيار الاعتدال، تيار الحكمة الصفية الذي يذهب في اتجاه وقف التصعيد، العمل على وقف هذا العدوان، عمل تحقيق الاستقرار، العمل على التعاون، وبالتالي هناك في المقابل تيار التطرف الذي يحاول أن يقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد من خلال إشعال الحرائق. وبالتالي هي تعد يعني فرصة مهمة ينبغي اقتناصها، وينبغي أن تقوم كل الأطراف بمسؤوليتها حتى لا يتكرر ما حدث في الجولات السابقة. طبعا الضغط الأمريكي يلعب دورا كبيرا إن كان سيتم بالفعل تنفيذ وقف إطلاق النار و يعني عقد هذه الصفقة. هل ترى أن الضغط الأمريكي هذه المرة مختلف، خاصة مع تصريحات بايدن لنتنياهو بأنه لا عذر لتأجيل صفقة غزة؟ أنا في اعتقادي يعني تجربة يعني الفترة الماضية أن الضغط الأمريكي يعني لم يكن كافيا حقيقة. كانت هناك فجوة كبيرة بين الأقوال والرغبة في التواصل والاتفاق وبين الأفعال على أرض الواقع. لم يكن هناك يعني ضغطا حقيقيا، وأمريكا قادرة على ذلك إن أرادت، ولكن كان هناك دعما مستمرا للجانب الإسرائيلي وهم شجعوا حقيقة على ربما الاستمرار في منهج المراوغة. هذه المرة ربما يكون هناك يعني متغيرات جديدة، أولها طبعا المنطقة الآن تذهب إلى حالة من التصعيد المنتظر، وهناك الآن يعني مخاوف من الرد سواء إيران وحلفائها على إسرائيل ثم الرد إسرائيل على الرد، وبالتالي قد تخرج الأمور عن السيطرة. وأنا في اعتقادي أن الجانب الأمريكي هذا قد يدفعه للتحرك هذه المرة بجدية لدفع حكومة الحرب الإسرائيلية نحو الانخراط والتوصل إلى اتفاق، وخاصة أن الكل سواء داخل إسرائيل أو الإدارة الأمريكية ذي قناعة حقيقية بأن من يتعنت في التوصل لهذه الصفقة هو نتنياهو والمجموعة التي معه مثل سموتريتش وبن غفير
وحتى في الداخل الإسرائيلي، حتى في الأجهزة الأمنية، حتى في الكل يعتبر أن نتنياهو يريد إفشال أي صفقة من خلال وضع شروط تعجيزية. وأنا في اعتقادي أن هذه المرة أن أمريكا قد تكون بين خيارين، إما الصفقة ووقف هذا التصعيد، وإما أن تنجرف المنطقة إلى حرب إقليمية، وأن تتورط أمريكا حقيقة مع اندفاع حكومة الحرب إلى مزيد من التصعيد. ولذلك هناك الآن حسابات كثيرة، هناك مصلحة أمريكية في أن منع التصعيد ليس فقط من خلال دعم إسرائيل أو إعلان دعمها وإرسال الطائرات والبوارج، وإنما دكتور أحمد سنعود بالتأكيد لاستكمال هذه النقطة، ولكن نتابع معكم مشاهدين الآن هذا الخبر الذي تابعناه قبل قليل، حيث قال مصدر باللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية إنه تم التحقيق مع أحد لاعبي منتخب المصارعة بالأولمبياد في واقعة اتهامه بالتحرش. وأشار المصدر إلى أن اللاعب بعد انتهاء مشاركته في المباريات اختفى وخرج من المعسكر بدون إخطار، كما تم تحويل اللاعب للجنة القيم وفي الطريق لشطبه. نعود مرة أخرى إلى دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، وكنا نتحدث عن الضغط الأمريكي هذه المرة. أيضا تابعنا تفاعلات دولية كبيرة منذ صباح اليوم خاصة بالاتحاد الأوروبي من فرنسا وعدد من الدول. هل يمكن أن تقوم هذه الدول بعد تأييدها للدعوة بضغط أكبر لتنفيذ وقف إطلاق النار؟ وبالفعل استاذ هشام، المنطقه الان على يعني على شفا بركان، او كما يقولون على سطح ساخن، والموقف ممكن ان ينفجر، وانفجار الموقف ليس في مصلحه اي طرف، سواء حتى الجانب الامريكي او الجانب الاوروبي، لان يعني اشتعال التوتر في الشرق الاوسط سيؤثر بالطبع على كل الدول وعلى كل المناطق. ومن هنا كان هناك هذا الترحيب الكبير من جانب الاتحاد الاوروبي بما يتعلق بالبيان الثلاثي المصري الامريكي القطري في الدعوة فورا إلى المفاوضات، لأن الاستمرار على منطقة السيار العسكري على منطقة العدوان في نهاية المطاف لن يحقق أي هدف حتى الجانب الإسرائيلي. إسرائيل الآن بعد 10 أشهر من القتل والدمار وهذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين لم تحقق أهدافها، سواء فيما يتعلق بتحرير الأسرى أو القضاء على المقاومة الفلسطينية أو كسر الصمود الفلسطيني. وبالتالي بات هناك قناعة بحتمية أن يكون هناك تحرك حقيقي نحو التوصل الاتفاق وقف هذا العدوان، باعتبار أن العدوان الإسرائيلي هو الأساس، هو الذي يغذي البيئة الصراعية في المنطقة، هو الذي يقود إلى مزيد من التوتر. وأعتقد أن في ظل المواقف الصادرة عن إيران مؤخرا بما يتعلق به أنه قد لا يكون هناك رد إيراني على اغتيال هنية تجاه إسرائيل إذا ما تم وقف إطلاق النار، يعني هناك الآن تحركات حقيقية سياسية، لأن الكل يستشعر خطورة الانزلاق إلى حرب إقليمية، خطورة الانزلاق إلى مزيد من التصعيد، وخاصة خطورة أيضا سياسة حافة الهوية. إذن تقول دكتور أحمد أن هذه الجولة للمفاوضات، هذه الجولة الجديدة التي دعت إليها مصر وقطر والولايات المتحدة، تعد فرصة أخيرة؟ هي تعد فرصة أخيرة وفرصة مهمة يجب اقتناسها، لأن الآن إما تتجه المنطقة إلى مزيد من الاستقرار والتهدئة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة والعمل على ترتيبات أن يكون هناك أيضا خراط لحل سياسي شامل، وإما أن تنزلق المنطقة إلى حالة من التصعيد والتوتر لا يمكن السيطرة عليها. بمعنى آخر، إذا انطلقت شرارة الحرب الإقليمية أو هذا التصعيد الإقليمي، خاصة في ظل هذا الحشد العسكري الأمريكي لجانب إسرائيل، وبالتالي ندخل المنطقة في نفق مظلم حقيقة، وهذا ما حذرت منه مصر. وبالتالي هذه تعد فرصة مهمة، فرصة أخيرة يجب اقتناصها وأن تكون ذات فعالية، ينبغي أن ترتبط أيضا بأن تقوم كل الأطراف بمسؤوليتها حقيقة، وألا يحدث كما حدث في المرات السابقة، أيضا أن تتوقف حكومة الحرب عن نتنياهو عن وضع الشروط التعجيزية، عن لأنها كلما كان هناك اقتراب من حل القضايا العالقة نجد في نهاية المطاف أنها تدع مزيد من الشروط التي تؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي أيضا الجانب الأمريكي وميوعة هذا الموقف في الجولات الماضية كان أيضا أحد الأسبابات التي لم تؤدي إلى الوصول إلى اختراق حقيقي وتحقيق اتفاق والتوصل إليه. وبالتالي وواضح أيضا من البيان دكتور أحمد، يعني واضح من صيغة البيان أنها بالفعل فرصة أخيرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة كما جاء في صيغة البيان. هل يدرك الطرفان أن هذه هي فرصة أخيرة أيضا؟ أنا في اعتقادي أن في ظل هذا التصعيد وهذا يعني المتغيرات الأخيرة وما حدث والتطورات الخطيرة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية،
أعتقد أن هناك الآن إدراك يعني لدى كل الأطراف بأن لابد من إعلاء صوت الحكمة والعقل، لكن هو السؤال دائما والتحدي هل تستجيب حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو وسموتريتش كثير لهذا النداء، خاصة في ظل المخاطر التي قد تترتب على سياسة حافة الهوية، لأن الجانب الأمريكي الآن بدأ يشعر أن يعني هذه الحكومة وهذا السياسة الإسرائيلية بدأت تشكل عبئا استراتيجيا على الجانب الأمريكي. أيضا الفصائل الفلسطينية وأيضا عليها أيضا تقوم بمسؤوليتها، لأن التأخير دائما في اتخاذ القرارات بيكون له تكلفة أكبر كما حدث ورأينا في الجولات السابقة، وبالتالي المنطقة الآن هناك اتفاق إطاري يعني تقريبا كل القضايا تم يعني التوافق عليها، خاصة فيما يتعلق بالمراحل الثلاثة والمرحلة الأولى التي تقوم على وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع وانسحاب جزء القوات الإسرائيلية، ثم الانخراط في محادثة وتبادل عدد من الأسرى والرهائن، ثم الانخراط في مفاوضات وقف الحرب وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية خلال المرحلة الثانية. يبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بوضع القوات الإسرائيلية سواء في محور الكريم أو محور فيلادلفيا أو فيما يتعلق بعودة الرهائن إلى الشمال. وأعتقد أن الضغط الأمريكي يعني إذا كان بشكل جدي هذه المرة يمكن التغلب، وخاصة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لانسحاب قواتها من قطاع غزة والعمل على إرسال المساعدات الإنسانية والانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. أعتقد أن هناك الآن يعني كل القضايا تقريبا متوافق عليها، وبالتالي يبقى أن يكون هناك إرادة حقيقية من كلا الأطراف، خاصة نعم. من طرفي الأزمة وخاصة أيضا من الجانب الأمريكي في ظل الجهود المصرية الحثيثة نعم. التي تقوم على وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المعاناة الفلسطينية. وضحت الفكرة، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.